العثمانية. قال رشطاء في مدينة درعا سوريا إن الفتى محمد المسالم البالغ من العمر 14 عاما توفي اليوم بعد تعرضه للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استنشقه خلال مظاهرات أمس الأحد. ويرتفع بذلك إلى 6 عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ بدء المظاهرات في درعا يوم الجمعة الماضية. وذكرت وكالات الأنباء أن آلافا من الأشخاص تظاهروا في درعا اليوم مطالبين بالحرية بعد تشييع جنازة مواطن قتل أمس. كما ذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرات امتدت إلى قرية جاسم غربي درعا حيث خرج المئات. وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية بالكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ووصفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة من أكثر الحكومات قمعا في المنطقة. ينضم إلينا الآن من دمشق السيدة منتهى سلطان الأطرش الناطقة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية. أهلا بك سيدتي. كحقوقية وفي مؤسسة تعنى بشؤون حقوق الإنسان وبالشأن الإنساني، كيف تتابعين ما يجري الآن تحديدا في محافظة درعا؟ نحن نتابع أعمال العنيفة التي بكل استنكار، وأنا باسم المنظمة سواسية منظمة سورية لحقوق أعمال العنف هذه وسقوط الشهداء في مدينة درعا والأعمال العنيفة التي ارتكبت في حقهم، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل من السلاح، ونطالب بإطلاق سراح الأطفال من المعتقلات الذين نادوا ذنبهم أنهم نادوا بالحرية. هل تعتقدين سيدة منتهى أن السلطات السورية تستمع إلى هذا النقد، إلى هذا الاستنكار؟ والله يا أخي هم بيستمعوا وبيطنشونا، ولكن نحن مستمرين حتى يسمعونا. وأنا بريد أقول شيئا، هل يلحق يا ترى أن أتساءل ماذا يعني أن يدعم النظام السوري موقف مجرم الحرب معمر القذافي الذي يقتل شعبه ويقصفه بالطائرات؟ أنا عندما أشاهد القذافي على الفضائيات وهو يحرض المرتزقة والمأجورين ضد الشعب الليبي، اقتلوهم طاردوهم زنقة زنقة ودار دار، أشعر بالخجل والعار لأن يكون بهذه المواصفات. هل يقصد النظام السوري أن يوجه بموقفه هذا إلى الشعب السوري إنذارا مساده أنه سيفعل بشعبه إذا هب وطالب بحقوقه كما فعل القذافي بشعبه؟ يعني كيف لي أن أفسر موقف النظام إذا؟ سيدة منتهى، هل يعني ذلك أنك تحملين الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية، أم أن هناك قيادات أمنية سورية هي من تتحمل مسؤولية ما يجري في درعا؟ يعني الدكتور بشار مش عايش معنا؟ مش سامع الأخبار؟ طيب نحن ما جرى معنا يوم الاعتصام في نهار الأربعاء الماضي يجعلني أقول هذا مثل ذاك، ومصيرنا واحد. يا دكتور بشار أنا شخصيا لا أكرهك، وأنا في مقام أختك الكبيرة أو والدتك لا أحمل ضغينة ضدك مطلقا. اسمعنا، أعطي أذنك للشعب المتظاهر المكبوت. إن الكبت والقمع المستمر في كل الأوقات أكيد سيولد الانفجار، وأنت عارف وشايف المنطقة كيف تغلي، وكل من ينادي بالتغيير يقابله النظام بإجهاض الفكرة وتحويلها إلى مخطط للتقسيم وللطائفية، ويسلط علينا المتظاهرين ورجال على المتظاهرين رجال الأمن المتجمهرين سلفا في الشوارع كما حدث في 16/3/2010. أنا برأيي لو القذافي تنحى عندما لمس إرادة شعبه الرافضة لحكمه الذي دام 42 عاما لما حصل هذا التدخل الأجنبي وما احتجنا إليه. طب سيدة منتهى، برأيك ما هي الخطوات التي ترين أن على الرئيس بشار الأسد أن يقوم بها الآن؟
لكن يا سيدتي يعني أرجو أن دعينا من الشأن الليبي. سيدة منتهى، يعني المظاهرات التي خرجت في دمشق أو في محافظات سورية مختلفة ودرعا لم تطالب صراحة بإسقاط النظام السوري، هي تطالب بالحرية بمحاربة الفساد. مثلا يعني اعطي لي مثالا سيده منتهى. اعطيك مثال. اولا اذا هم طالبوا بالحريه، طيب اعطيهم الحريه، اطلق المساجين السياسيين. انا بعرف ناس حطوهم بالسجن بدون ذنب بقصص وجرائم متلفقه ضدهم، لفقوها ضدهم وهم بريئين. هم بيعانوا من عقده الطائفيه بداخلهم. نحن على استعداد ان نعيش جميعا بجميع طوائفنا، مسيحيين وسنه ودروز وعلويه، اخوه على الارض العربيه. هالارض بتسعنا وبتسع كل العرب الشرفاء. طب سيده منتهى، يعني هل تتوقعين ان تستمر هذه المظاهرات المطالبه بالحريه ام انها مجرد تحركات هنا او هناك، وفي النهايه ستتمكن السلطات السوريه من احتوائها والسيطره عليها؟ طيب انا برايي لو مثلا احتوتها لفتره بدها ترد، يا اخي بدها ترد تقوم. التغيير في المنطقه موجود، بقولوا لك نحن دوله مواجهه. طيب دوله مصر مش دوله مواجهه؟ اكبر حدود معها مع اسرائيل. طيب عملت تغيير، ليه نحن ما نغير؟ اشكرك من دمشق السيده منتهى سلطان الاطرش الناطقه باسم المنظمه السوريه لحقوق الانسان سواسيه.